书。向太乙。لو عرفت السوق انا كم حي هذه وهذا منطق سليم على فكره منطق مش سليم منطق عادل بدات اعطيك مثل شركه بيت لابسه بي لما تهلك السياره وتصبح السياره كما تنصب ما يعطوهاش يقول له هذا الموضوع اشتريت سياره من اول لسه على فكره دي يبيع لها بسعر اقل من السوق من السعر السوقي يا خلي الحل دير حدا من رأي يشوف السعر السوق كم تساوي سعر ويبدا يعمل تسويات كومبرمايز يقول لك انا اولا ابيع هذه المنطقه فانا ممكن اخفف فيها لما مثلا بعد الفاكسين بعد الاسعار تقريبا 1000 شويه دولار 500 دولار يعني انه بياخذ قيمه اقل من القيمة السوقية لأنه يبيعها لمرة هو طبعا مش حاسس انه خسران ليش؟ لأنه قد القيمة الداخلية عنده خف يعتبره مستهلكة طيب الاستهلاك هذا دائما لكل السيارات بنفس الوقت توقع كده؟ لا هو عادة الشركات بتعمل ايش؟ بتوقع 5 سنوات تمام وبعدين تعمل عملية تقييم بعض الشركات تعمل عملية تقييم اجي انا خلال 5 سنوات في سيارات ما بعملهاش اي سيارة هذه تبقى فعلا لكن في سيارات مشاكلها كثيرة كل يومين 3 ايام اسبوع سيارة هذه هي يقول لك يعطوا له مرحلة لما يحسب انه تكلفة المينتنس عالية جدا يحسب بقية الفرع الافتراضي يقول لك انا اخلي عمر الافتراضي 3 سنوات خيرا لي من ان اخليها 5 سنوات لانها حتكلفني فبيبداوا يغيروا حسب حالته يعني الاول بيضربوها شيء بعدين بيبدا يرجع يعامل يعمل تعديل على القياس السعريه للحاجه ويخلص منها في وقت مبكر هذه اولا الانفنتوري الانفنتوري اسيت الحاجه الثانيه بنعمل سيرش على الاسيت ونعمل ليست اوف بوسيبل تريز تمام هنطلع بحاجة اسمها اكسبلوجر فاكتور يعني أنا شفت الأسيت ده وقيمته وعطى له أي بي قيمة الساين فاليو وبعدين بدأت أحسب أشوف الثريدز اللي حواليه وأعمل تقييم للثريدز وطلعت بحاجة اسمها اكسبلوجر فاكتور اللي هو معامل الخسارة معامل الخسارة ده دائما مش ثابت خلي بالك لو انا مثلا عندي الثريد الاساسي عندي اللي هو اعاصير فحيكون قيمته في الصيف غالية وقيمته في الشتاء حعمل بالانسينج واعمل متوسط لهذا اطلع بحاجة اسمها اي اف وبعد ذلك السنجل لوز اكسبكتنسي المقصود فيها ايش؟ انا عندي كم؟ 1 2 3 ثريدز عملت لكل واحد من الثريدز اي اف وبعدين احسب لكل ثريد كم الخساره المتوقعه؟ اسال لي 1 و2 و3 واحصل منها على الاس ال اي للاسيت كام بعد ما تعمل هذه العمليه عمليه الحساب الخساره المتوقعه تشوف الثري ده متوقع كم مرة يحصل في السنة؟ يعني أنا حسبته الآن 3 ثريدز، كم مرة ممكن يحصل؟ وأبدأ أحصل على حاجة اسمها annual rate of occurrence. يعني الثريدز
هذه مثلا متوقع اثنين في السنة، هذه ثلاثة في السنة وهكذا، واحسب من خلالها هذا المعدل السنوي. الآن المعدل السنوي لو أنا مرتب في الـ SLE بيعطي الـ SLE للمعدل بعد ذلك الدرايف اوفر اور لوز، معناها انا بالاخير اشرح القيمه الاجماليه للخساره بير 3 اللي انا سميتها اس ال 1 اس ال 2 اس ال 3، يعني مقدار الخساره لكل 3 لما بضربه في الاوكيرنس هيعطي لي معدل الخساره الحقيقيه السنويه. تمام؟ وبطلع بحاجه اسمها انوال لوز اكسبكتنسي اللي هو الخساره السنويه المتوقعه. بعد ذلك بنتقل للجهه الثانيه، هذا كان اولا تحديد القيمه السوقيه. وبعدين شفت درست ثريتس وقيمت الخسارة. الآن ببدأ أقيم الخطوة الثالثة كاونتر ميجر اللي أنا أشي أعملها، الميجرز اللي أنا أشي أتخذها، الإجراءات اللي أنا أشي أتخذها. ببدا اشوف كم ثريد عندي وكم اجراء انا بتاخذه. يعني لو انا مثلا حاف من الفيروس، عندي خوف من الفيروسات اللي بتستخدم السيجنتشر، انا محتاج باكت فلترين. طيب بعمل الباكت فلترين فين؟ في السويتش ولا في الراوتر ولا في الجيت واي؟ انا بعاني من ثلاثه تهديدات لانها مرتبطه مثلا بالانترنت، فهعملها على الجيت واي الاخر، وانا اشي احمي النت وغيره عن طريق الراوترز. حتى كم عدد او انواع الكاونتر ميجرز اللي موجوده عندي؟ بعد ذلك احسب حاجه اسمها الكوست اند بنفيتس. افكار ترجمه اذا بعمل الخطوات الاساسيه عشان احصل على الكوست، الهدف الاساسي ان انا احصل على الكوست اند بنفيتس. شوف الطريقه، سنجل لوز اكسبكتنسي هضربه في القيمه السوقيه، فاكتور في القيمه السوقيه. لانه انا من الاساس حصلت على الاي اف، الشيء اشوف الخطا على الاساس منه هذا فاكتور بيرسنتج فاكتور بالضبط في القيمه بيعطي لي قيمه الخساره اللي انا حاجة. الان سنجل لوز اكسبكتنسي المعتمده على القيمه الاساسيه لكل ثريد، تمام؟ طيب لو شيء اجمالي هحسبها حجمع الكل، هتعطي القيمة الإجمالية الأخيرة. معايا؟ يعني أنا عندي الآن 3 لو فاكتور معين للتأثير على الأصل.
تحت الفريم هذا كامل حسب المتوقع الـ E R الـ EF الفاكتور. يعني هذه هذا يعمل لي مثلا تأثير 20% على الأساس. هيكلف لي كام هذا؟ 20% مضروب في السالفة. الخطر الثاني قال لي لا هذا حيكون تأثيره قليل 10%. أقول 10% مضروب في الإيه. أجمع الكل هيعطي لي الـ SLE توتال SLE. طيب هذا نعم جمعتها بدون ما أخذ بالاعتبار مرات الحدوث. لو كان هذا الفاكتور لكل مرة والعنصر والخطر بيحصل مرتين فأنا حضرب على أول فيهمين وحاشي عملية حساب الأوكتيروس ريشيو. بالأخير هحصل على الـ SL. حتى أحسب الـ rate of occurrence قيمة بالسنة. هذه rate of occurrence هي قيمة في السنة. بيحصل مرة في السنة، بيحصل مرتين في السنة، بيحصل مرة في السنة. هيكون عامل واحد. لو أجي أحسب الـ annual loss expectancy هضرب الـ SLE في الـ occurrence هيعطيني هذه الخسارة المتوقعة سنوية. إذا هذه القيمة هذه الخسارة السنوية المتوقعة. طبعا فصل هذه بعد ذلك حط قيمة هذه. حط فك هذه لما أعطيها على أصلها. وحصل على. بعد ذلك الـ annual cost of said goal أنا بحسبها من ناحية ثانية. يعني كم ما هي الإجراءات اللي راح أحطها وكم حتكلفني؟ أحط حاجة كثيرة كذا عمرها الافتراضي كان 3 سنين. التكلفة السنوية كم بأخذ التكلفة الكاملة على السنة؟ واسمع هذه مسألة مهمة على فكرة. كاونتر ميجر أنت بتاخذه بتاخذ لفترة محدودة بس تاخذه على طول. يعني في إجراءات بتعملها زي الأسواق حتاخذ 20 سنة. في حاجات بتاخذها يكون الإجراء الاحتياطي حق الافتراضي حق قيمة العمر الافتراضي حق 3 سنين 5 سنين زي مثلا أجهزة الحماية 5 سنين. جيت تمنع بسبب الموظفين أخذت مثلا توقيع بالبصمة. أنا أجهزة الحماية المفروض تكون أقل من كذا. ليش؟ أجهزة الحماية المفروض تكون أقل من 5 لأنه عادة لو اخترت خلاص انتهى عمرك. طبعا احنا بنعمل عمر افتراضي بنسميه العمر الافتراضي. في حال انه ما حصلش اي يعني العمر الافتراضي معناها ايش؟ انه في خلال سنوات العمر الافتراضي ممكن تعمله صيانه. بعد كده تصبح الصيانه مكلفه اكثر من شباب حصل جديد. هذه العمر الافتراضي هذا عارف العمر الافتراضي. طيب بعد كده هيحسب لي الفاليو اور بنفيت اوف سيف جولز. البنفيت اوف سيف كورس جايه من حاجتين اثنين. الـ ALE 1 اللي هي الـ ALE قبل استخدام السيف كورس. والـ ALE 2 اللي هي ALE بعد الـ annual loss expectancy قبل وبعد. الفرق بينهم بيعطي لي انه بيعطي لي الـ قيمة تأثير الميجر اللي أنا أخذته، الفائدة اللي أنا كسبتها من الميجر. بطرح منها الـ annual cost of safeguard. يعني القيمة الـ benefit من الـ safeguard بحسبه عن طريق الـ ALE 1 و 2. طبعا متوقع انه ALE AL1 أكبر من AL2. AL1 أكبر من AL2. طيب لو حصل العكس هل حضرتك توقع؟ يعني إنه السيف جولد اللي أنت عملته زاد الوضع سوء. تتوقع ولا ما تتوقعش؟ أصلاً ما تقدرش تتوقع أنها قيمة الأصل. لا أحسن الآن شوف
انا عندي ريسك، يعني عندي ريسك معين تمام، ورحت حسبت ميجر للريسك وتوقع انه الاي ال 1 قيمه توقع الخساره قبل استخدام السيبر يكون اقل منها بعد استخدام سيبر، صح؟ ما انا ليش حطيت السيبر؟ عشان اقلل الخطا. تتوقع ممكن يزيد؟ نعم، لو كان هذا الاجراء خطا، لو انت اتخذت اجراء غلط هنا يعني انت حترفع فعلا القيمه. خطا زي ايش مثلا؟ يكون عندي حاج على اول على اصل من الاصول وجايب واحد يحرسه، بس اللي جايبته يحرسه ما هوش امين، فزادت المخاطر. هنا متوقع ان السيكور اللي عملته كان حكيم، فيطلع ال 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 اي 2 اكبر من الفرق الاثنين ناقص الكوست السنوي بيعطيني الفائده اللي انا اكتسبتها من السيكور اللي انا اتخذته. العمليه دي على فكره لو انت عملتها على الواقع مساله سهله، بس الكلام الكثير اللي فيها خلاها تبدو كانها صعبه. اشوف السيكور اللي فيه واقعيا كم فائدته. كنا بنعتمد فيها على حاجة واحدة، نعتمد فيها على مدى الخسارة. يعني مثلا أنا عندي مكتبة وبالأخير اضطريت أعمل نظام مكتبة، نظام منع تسريب الكتب، أجي أقيس كم فقدت في السنة اللي كان عندي نظام مكتبة، كم كتاب وكم كلمة، والآن كم؟ والآن كم؟ إذا طلع إلى أن ما فيش تغيير، معنى ذلك انه كان التخاذي للاجراء، هذا الاجراء كان تخاذي، لكن لو وضح انه كان قبل وجود الجهاز فيه تسرب كثير، والجهاز اكتشف لي حالات كثيره منعها من التسرب في هذه الحاله. اقول انا احسبها بهذا الشكل، في كل المجالات يحسبوها بهذا الشكل. الطريقه الاخرى الكواليتيتيف، هذه هي مش مزاج على فكره، هي بس طريقه ما لهاش معايير ثابته. يعني البرين ستورينج بيجتمعوا كذا، كل واحد يعصر افكاره كذا شغل دماغه ويجيب افكار يطرح ما عنده، وكل واحد يطرح ما عنده ويجمعوا الجميع، يبقوا تقوى واحدة ويشوف. الدلفي هي الحاجه الوحيده اللي احنا مش فاهمينها، هنشوفها كده. الستوري برودي والفوكس جروب والسيرفي، هذه كلها طرق لدراسة الحالة كيف حصلت وكيف نتخذ فيها إجراءات. يعني هذه الثلاث حالات كلها لها غاية واحدة، أنه أنا بأخذ فريق ويقيم لي المشكلة اللي عندي كيف حصلت وكيف فعالية، وبعد ذلك على هذا الأساس أنا أتخذ. هذه تعتمد على وجود الفريق يقيم الحالة. الحالة الثالثة الكويشنيرز يعملوا استبيانات. الاستبيانات على فكرة أثبتت أنها غير دقيقة، لكن الطريقة اللي بعدها بيعملوا تشيك ليست، بيعمل لك خيارات كذا ويعوزها على اللجنة وكل واحد يشوف ويقيم المسألة. 1 تو 1 ميتنج، واحد بيكون الهيد ويجتمع مع كل واحد على حدة. الانترفيو بتحصل مع رئيس الفريق، بيقابل كل واحد ياخذ اراءه ويطلع بيستنتج. دلفي حاجه ثانيه. الدلفي يقول لك نجمع الكل. نجمع الكل كده. اللي هو كويس واللي مش كويس. نقول لهم كل واحد منكم يكتب كيف نحل المشكله. فكل واحد اللي هو امين حيطرح رايه امامه، اللي هو مش امين حيطرح رايه. نيجي نغربل نشوف انه مختلف، نشوف انه مختلف. لا هذه تتم على اكثر من جلسه، نشوف انه مختلفين، نعيد الجلسه مره ثانيه على الاختلافات الى ان نصل الى اجماع. يعني اللي هو مش امين بعدين بيوصل لمرحله لما تضيق على هناك حيستحي من نفسه ويوافق على هذا. طيب لو كانوا الغالبيه مش امينين حيطلع الحل.
المش أمين فعلا. في